معايا هاد الورقه، سيري ديري لنا طلب، سيري ديري لنا هادي، سيري ديري لنا هادي. تنجي تنقطوه ليا من هاد الجيم تنقولو انا مزاوقه فيكم على ولادو مغامرة كايناش خدمة هنايا. مشكل اخويا اللي طارين هنا وليداتنا في ليبيا، كنت كنجي للسفارة قبل ما يكون حتى شي حاجة، ربع شهور وانا كنمشي وكنجي وكنجي، ملي كانوا يلاه شدوهم قالوا لينا راهم ها هما فين محبوسين عندنا. جيت عندهم جبت لهم باسبور، جبت لهم الفوتوكوبي لاكار، جبت هذا كنجي وانا والعائله ديالي، راه ولدي وخويا، ولدي وخويا، ولدي وخويا، راه ماشي سهله. دراري عقل باقي صغير وهذا ما شاورونا ما هذا، قال لهم شي واحد غادي تمشيو تخدموا في تونس، ما عرفناهمش كيفاش درتو توصلوا لتما. دابا حنا كنطلبوا من الله وجلاله الملك محمد السادس يشفع فينا، يشفع فينا، راه حنا متنا، راه حنا تقطعي، الوالد ديالي مات، راه ولدي وخويا، راه ماشي سهله. حنا كنطلبوا من الله وجلاله الملك، فين ما كنجي لهاد القنصليه حتى واحد كيقول لك سيري طبعي هاد الورقه، سيري ديري لنا طلب، سيري ديري لنا هادي، سيري ديري لنا هادي. تنجي تنقطعوا ليا من هاد الجيم تنقولوا انا مزاوقه فيكم، ماشي كلشي هذا، انتم ما غتخسروا حتى شي حاجه، هي غتجيبوهم غتصفرهم. واش التصويره ما كافياش باش غيثبتوا لي من الهوايه ديالهم؟ حنا والديهم قلبنا عليهم وعطيناكم كلشي ديالهم، واش ما كافياش؟ راه عندنا التصاور ويجيبوهم وعادي حاسبوهم، هما كيخلاوهم تما كيتحاسبوا بوحدهم، راه باقيين صغار، راه اليوم عليا وغدا عليك. عاش محمد السادس، جلاله الملك محمد السادس، الله ينقص معمرنا ويزيد في عمرك الا ما شوف لينا شي حل. راه حنا السفاره الموالين كيقولوا لينا اليوم كيقولوا لينا غدا، ما عندنا حتى شي هذا، ما كنسمعوا منهم حتى شي حاجه مغيره على اليوم على غدا، والو اللي يقولوا لينا اليوم كيقولوا لنا غدا. رجلينا طابو، راه حنا ملي كنمشيو لا ماكله لا شراب. الوالد ديالي توفى، كيسمع ولده بالله راه باقي حي، ها شي جن، ها هنايا انا شي جن تما. الناس كل خطره كيجيو كيقول لنا شي جن في تاجوره في طرابلس، شي جن ضمان كيقولوا لنا ها هما هنايا. شي جن معمرين بالمغاربه ما بغاوش يجيو يدي ولادهم، ما بغاوش يجيو يدي ولادهم. السيده هي كان كيقول لها ولدها منها اللي كان كيتراس معاه كيقول لها شوفي الوالده ديالي، سيروا للسفاره وغوتوا، سيروا للسفاره وغوتوا، راه ما بغاوش يجيو، راه كيقول لك ها حنا راه هما ما بغاوش يجيو يدي ولادهم، راه ما بغاوش يجيو يدي ولادهم. حنا كنطلبوا من الله وجلاله الملك محمد السادس، الله يخليه لينا، ينقص في عمرنا ويزيد في عمره، الا ما يجيب هاد الوليدات ويجيب وليدات المسلمين كاملين راهم وليداتنا، يشفع فينا، ما بقى لينا حتى شي باب، ما بقى لينا حتى شي حل من غيره. حنا بغينا نجيو عندو حتى القصر وتما يذبحنا ولا يقربنا ولا يدير لينا اللي دارنا. حنا ميتين ميتين، ما عندناش مشكل، ما عندناش مشكل، ما عندناش حياه، وليداتنا مجردين، حنا مجردين. راه الله يجعل نصر سيدنا وجلالة الملك محمد السادس يشم من حالنا، راه ولدي وخويا، وما كنهضرش على ولدي وخويا، كنهضر على الأمة. اليوم عليا وغدا عليك. حيين راهما هي في السجون من 2019، اليومين هضر عامين، دابا راه بقى دابا شهر لشهر سبعة، يعني حنا جينا هنا دابا لهاد الخارجية، راه ما هي مرة ما هي جوج، هاد وقفة احتجاجية راه خلينا آخر مرحلة هي اللي درنا دابا أسبوع هادي، ما ردوا علينا، ما جاوبونا، ما كاين حتى شي حاجة، حتى شي حاجه ما كاين. اييه بالاسم ديالو، بالكنيه ديالو، بالصوره ديالو، بالمواصفات ديالو، بكل شيء ليهم، ولكن مبدلين لهم السميات تما، مبدلين لهم السميات، وما يمكنش يدخل لهم التليفون، ما كيعطيهمش التليفونات. العذاب والقهره وصافي، هذا الشيء اللي كاين. وصلتنا الاخ ديالي مات، ولكني ما شفنا حنا حتى شي دليل، وباش كنقولوا لهم حنا جيبوه لنا في المره الاولى تيقول لنا حنا اصلا منين غنجبدوه ليكم، منين غنجيبوا لكم هذه الجوته هذه، هذه الجوته هذه منين غنجبدوها ليكم؟ راكم هرب ولا ما عرفناش فينا هو، حنا واش غنحفروا على الجوته ونجيبوها ليكم؟ حنا ملي عطيناهم يعني بقينا كنلحوا نلحوا ولا ما نعرف، هادو خافوا ديال هنايا صيفطوا لنا الجوته صافي ديال الافارقه ولا الله اعلم، العلم عند الله. المهم راهم صيفطوا الصنادق ديالهم في لابيلانسات بداو كيفرقوا فيهم بحال اللي كيفرقوا في شي صنادق هي السرديل. ها انت اللي بغيتي شي صندوق تيحطوه له وكيمشيو من الباب، ما كاين لا تشوفي ولا والو. كنطالبوا يجيبوا لنا ولادنا، حنا كنتواصلوا مع ناس وتيقولوا لنا ولادكم ها هو في السجون، ها هما كيتعذبوا، ولكن كيمشيو يوصلوا لهم التليفون، ما عمر ما غيوصلوا لهم التليفون.
حنا ما كنطالبوا بوالو بوالو، ما باغين نتابعوا حتى شي حد، ما باغين حتى حاجه، حنا باغين الاولاد ديالنا يكونوا عندنا، صافي هادشي اللي كنطالبوا به. الناس ناس وي كيتواصلوا معنا، ناس ماشي انا، انا وناس اخرين دابا نيت اللي علي ولادهم نفس الحاله ديالنا. كيقولنا راهم هي في الحبس فلان فلاني، يعني مشدودين المغاربه جامعينهم كاملين في حبس واحد، ولكن باش يدخلوا لهم التليفون ولا يهضروا معنا ابدا، ممنوع ممنوع، كيقولوا لهم يجيو يديوكم صافي، السلطه ديال تما يجيو يديوكم. خويا حنا عائله الضحايا اللي تعرضنا لواحد الاخطاء يعني فادحه في حق هاد الدراري هادو مساكن، اللي هما قال لك على اساس انهم كانوا في ليبيا وان هاد الدراري توفاو وجابوا لنا صنادق ديالهم، ما جابولناش معاهم دلائل، جابوا دوسي كله اخطاء على اساس انهم داروا تحليل هاد لاديين مع من داروها، مع راسلناهم باش يعطيوها لنا وما بغاوش يعطيوها لنا، على اساس ان حضروا دراري وشهدوا فيهم بالله شافوهم ميتين، ديبلاسينا مشينا عند هاد الدراري حتى لبني ملال، مشينا عندهم قال لك هاد الدراري هادو حنا ما شفناهمش، فهمتي؟ حنا ما شفناهمش بصفه نهائيه، وصفت لي اوديو، عندي دليل اوديو عندي في التليفون ديالي، قال لي اختي سيري للسفاره وسيري لوزاره الخارجيه، انا مستعد بغيت ندخلهم الحبس، انا راه ما شفت والو، فهمتي؟ يعني وحنا دابا جاونا صنادق وحنا كنترحموا عليهم، وحنا دابا كتجينا مكالمات لان ناس عطيناهم بالاسم الرباعي وبالصوره دخلوا السجون لقاو ولادنا مازالين احياء، يعني هما مشدودين ما كيعطوهمش يهضروا، ما يعطوهم تليفون، ما يعطوهم حتى حاجه، راسلنا هاد الناس وراسلنا الجهات، يعني رئاسه النيابه العامه، السفاره، وزاره الخارجيه، حتى واحد ما كيرد علينا بشي جواب. ديروا طلب، سيروا شدوا لاكيزي، ديروا طلب سيروا، يعني هذه تقريبا سيمانه قالوا لنا غنجيبوا لكم الحل، غنعطيكم دليل قاطع. شنو داروا لنا؟ صوروا داك الدوسي اللي جا عندنا، الدوسي اللي جا مع الجثه وردوه لنا. ملي شديت قلت له اعطينا خويا هذا الدليل هذا اللي غادي نشوف انا، ما كاينش مشكل. فاش شديت الدوسي لقيت هذاك اللي جا مع الجثه هما اللي مصورين ومصيفطينه، ان القنصل ما دارش الدور ديالو. دابا حنا كنطالبوا، ما بقيناش كنطالبوا بتحليل هاد لادي، لان تاكدنا ان ولادنا احياء. حنا دابا حاليا كنطالبوا باش يجيبوا لنا ولادنا، لان عندنا دلائل قاطعه ان ولادنا مرميين في السجون. ولادهم والهضره اللي كيقول لك خاصهم يهضروا في التليفون، راه ممنوع التليفونات ما كيهضروش. حنا كنجيو تما كيقولوا لينا ما كيهضروش، لان شادينهم ماشي ناس عاديين، ماشي ديال الدوله. معايا ومعذب بزاف اخويا ومحن بزاف، وخلى لي الدراري ولا اله الا الله اخويا، والله ينصر سيدنا يخرجوه، راه خلى لي الوليدات صغار، انا مزوقه فيكم اسيدي، ما يخرجوا لي راجلي، انا مزوقه فيكم، خلى لي الدراري صغار، انا مزوقه فيكم، وراه معذب في حياته، ودابا كنجيو للسفاره هذه الجوج مره ما داروا لنا والو، ما داروا لنا والو سيدي، غير تيكتبوا لنا في الورق ويصيفطونا بحالاتنا، هادشي بزاف اسيدي علينا، انا غير تنسعى ونجي لهنايا باش نجيبوا لهنايا والو، ما داروا لنا حتى شي حاجه سيدي، اش هذا المنكر هذا، اش هذا المنكر؟